مساء سعيد مشاهدي الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الحياة سينما. إنما هي حلقة فيها استثناءات كثيرة. الاستثناء الأول، أول مرة كنستضفوا نفس الضيف من بعد مرور سنوات في برنامج الحياة سينما. الاستثناء الثاني، أول مرة غادي تشاهدوا مقاطع مسجلة لأمر ما، الشيء اللي ما كنعملوش في برنامج الحياة سينما. لماذا الاستثناء الأول؟ لأن الضيف اللي معنا مشاهدي الكرام كيستاهل أكثر، لأن الضيف اللي معنا فنان كبير، لأن الضيف اللي معنا، وهذه العبارة نقول لكم هي اللي كيحب أكثر، لأن الضيف اللي معنا محبوب كثير، لأن الناس كيحبوه، وكاين أجيال اللي كبرت معاه، لأنه ضيف حظي بتكريم، والأهم عنده أنه يحظى بتكريم كل المواطنين المغاربة وجزء من المواطنين العرب اللي فهموا الإنتاجات الفنية اللي قدم ليهم. فناننا عنده اسم شخصي وعنده اسم فني. فناننا سميته عبد الرحيم التونسي، عرفتكم أنكم عرفتوه الآن، عبد الرؤوف. مرحبا بك سيدي عبد الرحيم. الله يطول عمرك. مرحبا بك سيدي عبد الرؤوف. الله يحفظك أسيدي. غتلقى اني مره غادي نعيط لك عبد الرحيم التونسي، ومره غادي نعيط لك عبد الرؤوف، لانكم انتم جوج في واحد وواحد في جوج. لا اللي بغيتي، مره عبد السلام، مره الطاهر، لا عبد السلام، لا بوكر، المهم انت غتقول نعم. صافي نعم. جيد سيدي عبد الرؤوف، انت ما كتبغيش شيء كثير انه الناس يبقاو يمجدوك ويقول لك الفنان الكبير والفنان العبقري، وان كنت تستحق اكثر. يعني بركه عبد الرحيم عبد الرؤوف، يعني الكوميدي شويه ما كانش بزاف، وداك العبقري وداك كيما انا كنت عبقري وكنت هذاك، ورات انا مع دوك الفراعنه محطوط. الا كتذكر سيدي عبد الرحيم. نعم سيدي. كان استضفك البرنامج ديال الحياه سينما في الدوره الخامسه ديال المهرجان الدولي للفيلم مراكش. نعم. يعني 11 عام هذه تبارك. كبرنا سي عبد الرؤوف. كبرنا. الايام كدوز دغيا بسرعه. 11 عام كنا استضفناك وحاولنا ناخذوا معاك جزء من حياتك اللي كتعتقد انه يكون سيناريو. نعم. الفيلم، وهذه هي الفلسفه ديال البرنامج. نعم. وحينها كانت مواقف كثيره، وكانت مواقف مؤثره، وكنت صادق بحال عهدناك دائما صادق. الله ربي يخليك. اليوم غادي نوصلوا معاك هذا الفيلم ديال حياتك. نعم. في مقاطع اخرى، مع تذكر بعض المقاطع من السيناريو الاول ومحاوله التعليق عليها او نعرفوا ما جد فيها. نعم. حينها كنت سولتك بحال السؤال اللي كنطرحوا على كل ضيوف البرنامج، شنو المقطع اللي تختار؟ ما غتجاوبنيش على هذا السؤال دابا، ولكن كنت سولتك على عنوان الفيلم اللي غادي تختار. الان واش عندك شي عنوان لفيلم حياتك؟ فيلم حياتي هي حياه عبد الرؤوف. حياه عبد الرؤوف. غادي نمشيو مع بعضياتنا وغنشوفوا شنو هو العنوان اللي كنتي قدمتي لي هذه 11 سنه. نعم. شاهدوا مشاهدي الكرام. عنوان الفيلم حياتك الواقعي. مغامرة عبد الرحيم أو مغامرة عبد الرؤوف. حينها كنت قلتي لي بحال شاهدتي مغامرة عبد الرحيم أو مغامرة عبد الرؤوف. نعم. اش من عنوان في الجوج تبغي نحتفظوا به؟ هي مغامرات، مغامرات بحال بحال. بحال بحال. بحال بحال، ما كانش فرق بين هذه وبين هذه. والحياة هي كتكون بحال واحد، انا كنفسرها مثلا كتبغي تعرف قصه ديال الانسان، ربما كتقرا واحد القصه كتقرا النهايه ديال القصه، هذيك النهايه كتعطيك على انه وقع ليه وقع ليه وبرا وبرا، وكيفاش توصل لهذه النهايه؟ راه نبدا من الاول. وهذه هي قصه الحياه ديال الانسان، كل انسان عنده بدايه ونهايه، ولا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. اكيد. في هذه اللقطه اللي قدمتي فيها العنوان كانت واحد الدمعه نازله من عينك. نعم. يمكن شافوها المشاهدين. نعم. غادي نعرفوا قصه هذه الدمعه مشاهدي الكرام في معرض هذه الحلقه. الان خلينا نبداو مع سيناريو جديد. نعم. وخليني نقول لك شنو هو المقطع الان اللي جاك واللي كتشوف انه يمكن نواصلوا به مغامرات عبد الرؤوف او حياه عبد الرؤوف. نعم. التفسير ديالها هو سهل، وهو الفنان كل ما كان عنده ماضي،
وعنده مستقبل وعنده حاضر. هذا الشيء كله باش يتقال يعني في حلقة هكذا أو جوج قليل، خاصه واحد فترة، وخاصه يدار مثلا في واحد الكتاب أو يكتب عليه إنسان قصة فيلم، وهذاك الفيلم كيبقى الأجيال، كيبقى دائما كيذكر العائلة ديالي وكيذكر العائلة اللي من بعد ديالي وكيذكر ولاد 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 ولادي حتى 2000 عام 3000 عام يبغى الله. صحيح. هذا هو الشخصية. ولكن من هذه الحياة كلها الطويلة والعريضة، نعم، كاين مقاطع اللي كتكون مؤثرة أكثر في الإنسان، نعم، وكتبقى راسخة في الذهن ديالو أكثر. نعم. هذاك المقطع في حياته هو اللي كيمكن كيأثر فيه وكيبقى يتذكره باستمرار. نعم. في هذه اللحظة شنو هو المقطع اللي كيجيك في الذاكرة ديالك؟ اللي كيجي في الذاكرة غادي تفكرني أنا سيدي عبد الرحيم، كنحتارم فيك واحد الحس اللي رائع. الله يرحم الوالد. الوالد ديالي الله يرحمه، كنت عزيز عليه، وكنت كنخدم أنا ملي وصلت الخمسينات بداو المشاكل ديال طاغية الاستعمار وداك الشيء، با مسكين خاف عليا، قال لي بلا ما تخدم جلس، بلا ما تقرا بلا ما تقرا جلس، ولو كنت كنجي هنا الأول في المدرسة. قال لي غير جلس أولدي، وبدا مسكين هو كيصرف، وحنا كنا أربعة ديال الدراري، حتى واحد فينا ما خدام. مشيت هنا كنخدم كرسي، كنتسخر، كناخذ 600 ريال في السيمانة، كنقسمها أنا وبا، كنعطيه 150 ريال وكتبقى لي أنا 150 ريال. خويا الله يرحمه كان مجوج حتى هو ما خدامش، كنعطيه 50 ريال، و100 ريال كنقسمها مع الخياط، ندير الخياط باش السيمانة الجاية أو الأسبوع المقبل ندي ليه 100 ريال باش نكمل الثمن ديال السروال أو ديال الفيستا. ولا بعض المرات كان هذيك 100 ريال كندوز بها الأسبوع، نمشي بها السينما، كسا كان سينما لابولو ريزو، كنمشي معاك لا تيليفيزيون ولا والو. وحاجه اخرى كنت كنقول انا ان الشارع الزنقه ديالنا هي اللي رباتني، ان با الله يرحمه ما كانش كيضربني، ما كانش كيجز عليا شي حاجه باش ندخل قبل، ولكن ملي كتوصل للمغرب وكل شيء كيدخل وكتخوى الزنقه كنطرت انا ندخل. اذا تعلمت من السكان ديال احنا فاش من عام دابا؟ يعني كنقول لك هذا الشيء في الخمسينات في الخمسينات. عمرك ديك الساعة شحال كان؟ نقدر نقول لك 18 16 17 هذا هو. التأثر ديالك واش حيت ذكرتي الوالد اللي توفى الله يرحمه؟ لا مسكين إن شاء الله. أو لأنك أنت كتحظى بشي مكانة خاصة عند هذا الوالد الله يرحمه؟ كنت أنا هو يعني بالنسبة لخوتي أنا هو اللي كان كيقول لي أنت الذكي. يعني بالله يرحمه كان كيخدم وكل الاثنين خصو يجمع الفلوس، داكشي كان يخدم في الريجي مونيسيبال البلديه كتسمى، كيخدم كيجمع الفلوس اللي دوك الناس كيحطوا على برا وداكشي، وخصو نهار الاثنين يدفع دوك الفلوس. وانا كنت خدام في الروضه الشهداء، وجا عندي مسكين الله يرحمه عيط لي هذيك الساعه كان على الفيكس، قال لي يا وليدي راه نحتاج بواحد 5000 فرانك سلفها ليا نهار الاثنين نعطيها لك. كل عجيب جا مسكين في سولكس الموطور داك اللي عنده سولكس كيتعافى من المدينه، هو جا كيتعافى مسكين توصل عندي، جبت له 5000 فرانك ديك الساعه 1000 ريال. قال لي نهار الاثنين، قلت له والله لا خديتها با. قال لي اش كتقول؟ قلت له والله لا خديتها با. صافي با صافي. عيط مسكين على الطلبه كاين حتى كتغلى في الروض الشهداء، وقال لهم شهدوا الشاهد هو الله، وحيد الطربوش ديالو باقي عرقان وحطوا لي في راسي. انا كندعي على ولدي، كندعي ليه بالخير وبالرزق والفتحه، وعمرو ما يتخص وعمرو ما يخيب. هاد مشى مسكين عبد الله عاوتاني رباتني، لما مات امي رباتني خالتي تاهي مسكينه مات لها الراجل، وبقات وليت انا خدام عليها، لدرجه كنمشي لها الحواليد العيد كنعطيها. كنت انا دائما فيما كتطلع النجمه ديال الشهر، يلاه كدنا كتطلع النجمه كتزكو في الله سير عبد الرحيم، الله يجعل رزقك كيخيالك عمرك ما تخص. وفعلا دعاوي الخير ودعاوي الوالدين الانسان كيوصل لواحد الهدف اللي كيتمناه. رائع. يعني الا بغى الانسان يصور هذا المشهد، الا بغى مخرج يصور هذا المشهد،
يمكن ياخذ هذيك اليد ديال واحد الراجل كبير اللي فيها الطربوش. كانه كيلقيها للرزق اللي غادي يجي من السماء، واللي هذاك الرزق ما بغاش هو كيعطيه لولده. هذيك هي دعاوي الخير. كتامن ان دعاوي الخير هما اللي وصلوك الحمد لله لمحبه الناس، حيت انت كتركز انه اهم شيء، اهم مال وخلاص وتكريم هو حب الناس. انا لما مات راجل خالتي الله يرحمه، قالت مسكينه هي ما عندهاش باش تصرف، كنت انا قالك شويه كنعاونها باش قسم الله. وكان واحد النهار ما عندهاش الفلوس، شو سبحان الله شو غادي يوقع، ما عندهاش الفلوس. وقلت لها، قالت لي ماك مقلق، قلت لها ما عندي والو. قالت لي ولدي ما خبيتش عليك، قلت لها ما عرفتك ما عندكش. وركبت على الموتور ومشيت للمدينه القديمه. انا داز ضربني واحد الطوموبيل عوجت لي الرويضه. قال لي هو كيهضر مع الفرنساوي ما كتشوفش ما كتشوفش. دريت صغير ورديز، قال لي لا لا راه عنده ستوب، راه هو اللي خصو يوقف. بن عبد الله منين جا داك الدير الله تعالى عليه، هو ملي شتو قال لي راه عندك ستوب، راه نعيطو للبوليس تخلع. قال لي جبد لي 5000 فرانك، عطاه بالنسبه 5000 فرانك فحال عطاني ذاك الوقت فرانك. يعني صوبت هذاك البشكليطه ب 150 درهم، وتمي جي عند خالتي كنضحك. قالت لي مالك؟ ده اللي وقع لي، ربي جاب لي الفلوس. سبحانك يا جيد. جيد. لما تاثرتي من بعد ما ذكرنا الوالد ديالك، فكرتيني في الحلقه اللي عملناها هذه 11 عام. نعم. وكنتي حينها عاود كتحكي على واحد الحادث وتاثرتي، وانا كنقدر هذا الحس المرهف اللي عند الفنان الكبير بحالك. نعم. وباش نغير الجو، غنينا انت وانا واحد الاغنيه اللي كنتي تشهرتي بها في مرحله من المراحل. نعم. تعقل على ديك الاغنيه اللي كنا غنينا ولا لا؟ ذكرني ونقول لك. حتى تشوفها عاد تقول لي ولا شفتيها ما بقى عقول. وليت انا اللي فكرتك فيها. كاينه غانه. الا قلت لك الحرف الاول لي. لي لي لا 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 ليلو. يلا خلينا غادي نشوفوها مع بعضنا كيف كانت هذه 11 عام. لا والله الا جي نتذكروا انا وياك. ليلو عمل كيلو كديرينو، ليلو عمل كيلو وهي ليلو. يا الراجل بيع الطربوش وسريح لمرتك عرقوش، ما تزوق ذاك الخنشوش اهي ليلو. شتي بوحدو خرج عبد الرحمن، حاش جنين كاين الداخل دائما كيخرج. شكون عزيز عليك كثر، عبد الرحيم ولا عبد الرؤوف؟ عبد الرؤوف ماشي ديالي بوحدي، عبد الرؤوف ديال الناس. يلا عندي فيه واحد طريف وهو كنكتب ليه، وعبد الرحيم ديالي انا. ديالك انت. اذا الا كان لابد في سيناريو الحياه الكبير انه يتأذى شي واحد فيكم. انا كنفضل يتأذى عبد الرحيم وما يتأذاش عبد الرؤوف، لان عبد الرحيم هو حياته كلها مشاكل وكلها ضروري خصو يتأذى فيها، ولكن عبد الرؤوف هو ديال الناس، كنظن ما يبغيوش الناس يتقاس. كانت حكمة في الجواب ديالك، كان جواب رائع. الله يطول عمرك. وقلتي انه لا كان لازم يتأذى شي واحد، يتأذى عبد الرحيم وما يتأذاش عبد الرؤوف. الله يطول عمرك ربي يخليك. مر على الحدث 11 عام. نعم. فواش تأذى شي واحد في هاد الجوج بشكل او باخر في سيناريو الحياة؟ لا، باقي عبد الرحيم وباقي عبد الرؤوف. لما كنجي راه كيجي عندك عبد الرحيم، ولما كنجلس راه كيجلس عندك عبد الرؤوف وعبد الرحيم. رائع. الله يطول عمرك. هاد الشخصية عبد الرؤوف إلا بغى المخرج يعمل فلاش باك ويبحث في جذور في جذور في جذور القصة نعم اللي عطات الشخصية، كنعرفوا أنها جات بالصدفة بحال حكيتي في لحظة من اللحظات. نعم. ولكن الصدفة كانت آنية، إنما قبل منها ضروري كانت أشياء كتدور في مخك كتدور في قلبك، اللي لما جات الصدفة بالضبط خلق هذا عبد الرؤوف، هذا الأيقونة. فأشنو كان قبل؟ واش ظروف سياسية اجتماعية اقتصادية اللي جعلت بالضبط يخرج لنا ذاك عبد الرؤوف لما جات هذيك الصدفة؟ لا ولدي، أنا سبقني قلت وكنقولها، أنا با الله يرحمه كان دخلني مدرسة كتسمى ايكول دي فيس دو نوطابل، كنا كنقراو الفرنسية، وخويا البشير تا هو الله يرحمه
كان اقترح عليا باش نقرا لي رومون بوليسي. حنا كنا في ذاك الوقت مبلينا داك لي ديسانيمي طارزا تيماك الى اخره. قال لي اقرا هذاك. لا ودي انا هادشي ما فيهش التصاور ما عجبنيش. قال لي غير حاول. قريت لا بروميير باج ما عجبنيش، لا بريفاس كيهضروا على داك الكاتبه. عاوتاني قال لي زيد. بديت يلاه انا بديت كنقرا وبدات الفكره كتعجبني ديال اغاثا كريستي عند بوارو واحد ديتكتيف بريفي اللي كيقلب على القاتل شكون هو. وكتتم غادا بك القصه هذا هو القاتل كتبقى ماشي هو كتمشي عاوتاني هذا وبدا يعني كيجعلك تبقى تبحث. هو كيبحث وانت انا كنبحث معاه شكون هو القاتل يعني. وكتعاود تفهم تزيد الانسان يفهم اللغه الفرنسيه وكتطيح في شي ديمون اللي ما قريتهمش انا او ما سمعتهمش. كنمشي للديكسيونير باش ناخذ ديكسبليكاسيون اش كتقول هذا المعنى وهذا وهذا وهذا. هذا هو اللي جعلني انا لحد الان راه رجع عندي الدار عندي كوليكسيون غير ديال هذا الشيء ديال بيير بيرمار. كنعتز بهذا رومان بوليسي ولا سيما بيير بيرمار الله يرحمه كان كيدير قصص واقعيه لي زاساسا هذا كذا كذا. كتقرا قصه واقعيه في الحياه ديال الانسان يعني كيعاونك باش ما تبقاش غير جالس كتشوف التلفزيون ولا كتشوف شي حاجه. هذاك التخيل اللي في القراءه ربما هو اللي كون الملامح ديال هذيك الشخصيه ديال عبد الرؤوف. يعني هو كيقول لك احنا من بدينا كنعملوا المسرح مره دخلت طلعت لواحد اسمه واحد المحل لقيت واحد النصراني كتسمع لا كازون بلانك واحد النصراني كيقرر الفرنسيه كيقرر التمثيل الفرنسي باللغه الفرنسيه. انا عندي ديك الساعه الفرنسيه طلعت نتصنت اش كيقول. كيقول لك الفنان هو يستنى اوبسرفاتور ملاحظ كيجلس مثلا في قهوه كيشوف هذا كيفاش كيهضر هذا كيفاش كيتحرك هذا كيفاش كيتخاصم مع واحد مع النقاش على دزي قبل مني ولا هذا. يعني هذوك الحوايج كيكون رصيد من الشخصيات كيديرهم في الذهن ديالو. نهار كيقول له المخرج بغيتك دير هذا كيقول له واخا عارف ديجا كيفاش غادي يلعبها. حتى المخرج ما كيلقاش معاه شي صعوبه ما غاديش يقول لك المخرج لا دير هكا تمشى هكا. كيعطيك الفكره كتقرا السيناريو وكتعمل داك الشيء اللي بغيت اللي بغا هو. جيد. باقي كنبحث معاك على اصل الشخصيه ديال عبد الرؤوف على اصل هذاك عبد الرؤوف بسروالو بجيليه بحركه فمو بصوته. باقي كنبحث معاك على الجذور منين جا. سبق لي قلتها ولكن نعاود نقولها مره اخرى. انا ديك الساعه كنت كنخدم في روضه الشهداء. روضه الشهداء ما كتسمحش ليا باش نبطل. عطوني السكنه سنين جات شي جنازه مع السبعه الصباح تلقاني جات في الوحده الله يرحمهم يلقوني. يعني ما عنديش ما نقدرش نسافر او نبعد على حلا انت مسؤول على ديك الروضه مسعود. ما كانش عندي شي واحد ديك ينوب عليا ولا شي حاجه. ما كاين لا عطله ديال الاسبوع ولا حتى شي حاجه. فطلبوا مني شي افراد كانوا كيمثلوا معايا قالوا لي راه عندنا واحد السيد بغى يخلصنا في واحد العرض غنديروا جديده تشارك معنا. وما كنمثلوا عادي داك الشيء كندير انا جلابه وكنلعب عادي كنحاول نقلد القدميري ولا نقلد هذا شي واحد. قلت له اودي راه نمشي معاكم ما كاين حتى مشكل نديكم كوريري ساكنت ديركات ولكن راه ما نباتش راه نسالو ندخل. بغيتو تدخلوا نجيبكم معايا ما بغيتوش ما نباتش. سنين الصباح في الروضه في خدمتي. فعلا جيت هذوك الحوايج كان واحد السيد اللي غادي يلعب بهم. ما لعبش فيهم بهم انا وما لعبش فيهم بقاو عندي انا في السياره. من بعد كانوا بقاو عندي في الدار. غير كان صدفه كنقلب هذاك الساكش كيديروا هاد الحوايج هذه ديالي هذه ديالي حتى كنلقى السروال. يا سروال قندري شي زوين لبستو عجبني عريض وهذا فيه الضحك. درت جيلي عجبتني الطربوش بحال مصابينو على قبلي ما هو صغير قدي جا قدي. جات للمرايا وبديت كنحاول نقلد قدميري نقلد هذا نقلد هذا حتى خرج ذاك الصوت. مالك ابنيتي علاش مقلقه؟ قلت هذه زوينه نحاول نقولها للممثلين اللي معايا ديال مصطفى مستعيد الله يرحمه وعمر شربوط نشوفوا الا قدرنا نديروا شي بيتي سكيتش هكذا. اختارت الفكره على انه عمر الله يرحمه هو با وكيجيب لي الاستاذ هو مصطفى اللي غادي يقرني
نبداو بالموسيقى. موسيقى دوري مي فاصول لا سيدو. دوري مي فاصول لا سيدو اه يا سيدو. دوري مي فاصول لا سيدو اه يا سيدو. الاصل اللي كيبحث عليه المخرج في هذا السيناريو ديال حياتك. نعم. هو اللي انت كتوصلني ليه شويه بشويه. نعم. هو علاقتك بالمهنه ديالك في الروضه والادوار اللي كتلعب كوميديه. نعم. فواش هو هروب من واحد الواقع؟ انت يوميا كتشوف الموتى. يوميا القبورة كيتحفروا قدامك. نعم. يوميا الناس كيدفنوا. جو بين قوسين من الكآبة شئنا بغينا ولا ما بغينا شيء. نعم. وباش كتكسر هذاك الروتين تخلق واحد عبد الرحيم واحد اخر اللي هو كوميدي. نعم. هذا اللي كنبحثوا عليه. واش يمكن نعتبروا هذا الكلام اللي كنقول صحيح بشكل او باخر؟ نعم. شحالاش؟ هذه القضية ديال انك حيت كنتي خدام في الروضة وفي علاقة مباشرة مع الحزن خصك لما تبعد عليها تكون كوميدي، تكون كتضحك وتضحك. هو أستاذ بصراحة لما الإنسان كيخدم في واحد المحل ما كيبقاش كيخلعوا هذاك المحل. أنا عطوني السكنة في الروضة الشهداء. كنشوف الموتى كنشوف إيه كنسكن تما. علاش عطوني السكنة؟ كما قلت لك لما خدمت لما النصراني اللي كان الشاف ديالو با الله يرحمهم قال له واش عندك شي ولد اللي ما خدامش؟ قال له عندي ولدي الصغير. قال له جيبو خدم كونسيرفاتور في هذاك السيميتير. ملي مشيت قال لي عيط لي واحد السيد اخر قال لي شكون معايا؟ قلت له المحافظ. قال لي انا هو الرئيس ديالك جي عندي. مشيت عنده العماله اول ما سولني قال لي واش انت مجوج؟ انا هذيك الساعه غير خاطب ولكن ما عنديش امل في الزواج. انا خاطب ندير الخاطر المرات خويا الله يرحمها وهذا ومرات با الله يرحمها صافي راه مجوج ولكن باش نتزوج ما عمري ما نتزوج انا بعيد عليا كنجوج. فلما سولني ما عرفتش كيفاش خرجت لي اي مجوج وسولته انا قلت له علاش ضروري خصك تكون مجوج؟ قال لي باش نعطيك السكنه. قلت سبحانك يا جليل يلا من الله في قلوبكم خيره ويؤتكم خيره. فعطاني السكنه ففعلا تزوجت وجلست تما باش نكون ديما مع الصباح انا في المقبره مع 12 انا في المقبره مع الجوج ديما انا في المقبره. هذا هو السبب باش لما كيعاش الانسان هذاك الموتى وهذاك الشيء راه يعني كيولي عادي بحال كيشوف واحد الحاجه عاديه. عندي انا دابا خالتي مدفونه تما مي مدفونه تما نسيبتي مدفونه تما واضح. قلت انا اسمه باب مدفون تما يعني كيولي داك الشيء عادي. كيولي عادي. نعم. عادي في حياتك انك تكون عبد الرؤوف وعبد الرحيم. نعم. حيت كنت طرحت لك سؤال هذه 11 عام. نعم. قلت لك شنو هو الدور اللي كتلعب في الحياه؟ واش هو نفس الدور اللي كتلعبه وانت كتمثل هو نفسه وانت كتعيش الحياه؟ وكنت نعم. جاوبتيني واحد الجواب. نعم. اجي نسمعوه مع بعضنا ونشوفوه. واخ. في الحياه ككل في هذا الفيلم الكبير اللي كنحياوه كما نقول دائما مشاهدي الكرام. نعم. شنو هو الدور اللي كتلعب؟ يعني كعبد الرحيم توزي ولا كإنسان؟ كإنسان. أنا الهواية ديالي الوحيدة اللي كان الأمنية ديالي الوحيدة وهو نبقى للناس، نبقى نوجد عبد الرؤوف للناس. لأن بعض الناس كيقولوا لي أنت فنان كبير، أنت عبقري، لا 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 لا. لا. كلمة واحدة اللي كتعجبني في هذه السميات كلهم اللي كيعطوني وهو الفنان المحبوب. وإلا حبك الجمهور وحبك الشعب وحبك الناس هذيك هي الذخيرة اللي خص الإنسان يقلب عليها. أما أنا ممثل كبير أو لا فنان كبير أو لا عملاق ديال المسرح ولا عملاق لا 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 هذاك الشيء كله كلها مصطلحات كيهمني اللي كتهمني هي ذاك الفنان عبد الرؤوف الفنان المحبوب أو الكوميدي المحبوب. هذا فضل من الله. وصعيب صعيب صعيب سامورا أنك تدرك هاد الداخل الحب ديال الناس. يعني باش بنادم يحبك وبنادم يبدا يذكرك في بعض اللقاءات قال عبد الرؤوف قال عبد الرؤوف. عرفتي أنا كنقول إلا مت شحال من رحمة غادي ناخذ في النهار. راه تبارك الله بلا ما نصدق بلا ما نصدق. مسكين الله يرحمه كما قلنا دابا هذا الله يرحمه. وهذه المناسبة
اللي خصني نقول على انه اللي كان سببي في دخولي الى الاذاعه وهو السي محمد بن قاص الله يرحمه المسكين. سي محمد بن قاص. نعم. وانت كتكلم عليه عاود بحسك الفني. نعم. تأثرتي ونزلات مشاهدي الكرام هذيك الدمعة إلى عقلته تكلمنا عليها في بداية هذه الحلقة. نزلت من عينك دمعة وانت كتكلم على السي محمد بن قاص. نعم. واش كتوقع أنه عبد الرؤوف ما غياخدش حقه كفنان ويمكن يجي مستجوب هنا ويكون معاه صحفي اخر كيستجوبه؟ نعم. ويتكلم على واحد عبد الرحيم التونسي واحد عبد الرؤوف اللي كان شحال هادي. نعم. وتنزل دمعه من عينه. الدمعات ولا عندي قلال. انا اللي كنبغي نقول لك اليوم كان واحد التطور في الحياه ديالي، يعني كيمكنني لما يكون عندي عمل في عبد الرؤوف كنعمل كل ما في استطاعتي باش نضحك شويه ديال الناس، وكيمكن لي دابا نضحك الناس من غير عبد الرؤوف بعبد الرحيم، وهو كنسميوه النصارى لو جو دي مو، يعني اللغه ديالنا الدارجه كلها ضحك، الفرنسيه كلها ضحك، خصها الانسان يعرف كيف يلعب في الكلمات. يعني منهم واحد مشيت للرباط لواحد الاداره وقالوا لي واخا غادي نديرو ما نديرو جمعنا المعلومات، قلت لهم امتى مات؟ قال لي شكون؟ قلت لي معلو. كيتسمى لو جو ديمو معلومات. واحد مشى ياسر الصباط قالوا شحال كتلبس؟ قالوا جوج فردات. يعني هي الحياه كلها ضحك، يعني ماشي بنادم حتى يقلب عليها وهذا وهذا وهذا. انا واحد المره يلا بدا الاستقلال وبدات الدوله المغربيه كيحيدوا داك الشيء ديال السميات بالفرنسيه، فارماسي كذا كذا يديروهم بالعربيه. شفت انا هكا واحد الفرماسي شفتها هكا ودخلت عند مولاها السلام عليكم ديك الساعه باقي، قال لي اشنو خصك؟ قلت له بغيت صنداله صنداليه. قال لي بغيت صنداله. قال لي اش من صنداله؟ قلت له علاه ما كاين؟ قال لي هذا راه فرماسي. قلت له لا مكتوبه صنداليه ماشي صيدليه. يعني كان بزاف ديال جيد. فحياتك الان كتشوف انها كتطور نحو الايجابي، الشيء اللي الحمد لله نعم نقدروا نقولوا من بعد عمر طويل ديال السي عبد الرحيم التونسي ديال السي عبد الرؤوف انه خضع حقه كفنان. نعم. انت كتعتقد باللي كاين مجموعه ديال الفنانين اللي كانوا كوميديين كبار وما خضاوش حقهم بحال السي بلقاص؟ نعم. وحنا كنذكروه كثير. نعم. كان نوع من التكريم لهذا الفنان الكبير ابن مدينه مراكش اللي عطى الشيء الكثير. قلتي انه اول واحد دخلك للاذاعه. أيه. طب غنمشيو لهذا المشهد، فين غادي نلقاوك؟ فين غادي نلقاو بلقاص؟ شنو هي الظروف اللي غتخليه يدخلك للاذاعه باش تشهر؟ نعم. ملي كنقولوا الاذاعه راه يمكن الاذاعه المسموعه او الاذاعه المرئيه اللي هي التلفزيون. نعم. تفضل. انا كنت بدينا ما عندنا ما نديرو، يعني فكرت نديرو شي عرض في المسرح البلدي ولو الامكانيات قليله وما عندناش امكانيات، مشيت كنتسلف 5000 ريال غير باش نديرو لي زافيش نعلقوهم وباش نديرو هذوك الوراق ديال الدخول. حنا في الوراق لي زافيش من عام هادشي؟ يعني نقدر نقول لك هادشي في الخمسينات. خمسينات ستينات. ستينات. على كل حال كما كان الحال فعلقنا هذاك المنشور بلقاص الله يرحمه، كان جاسكن في الدار البيضاء، كان هو اللي كيبيع التلفزيون نهاري بلا ذاك الوقت كان قليل، كان كيجيبو مقيله بطاقه من اسبانيا ولا شي حاجه وكيبيعهم، فكان معروف بهذا الشيء هذا. دايز بانت له التصويره ديالنا، انا يعني عادي كنلعب ذاك الشيء واخا كندير مكياج هنا وكنلعب ذاك الشيء. فعلا دخل يتفرج، الناس قلال كما قلت لك، انا ولو دارين 3 دراهم ولا 2 دراهم الناس قلال، انا ما كنعرفوش هاد الشخصيه اللي غادي نشوف. فكنسمعوا الصوت ديال بلقاص كيضحك 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 دوري مي فاسول لا سيدي هو كيضحك. فعلا جا عندنا الكواليس، علاش ما دوزوش هاد الشيء في التلفزيون؟ حنا ملي شفنا بلقاص جا عندنا راه يعني شي حاجه اللي جات ماشي سهله، فرحنا به وهذا
لا ودير حنا عملنا جميع المحاولات، قالوا لنا سجلوا هذا الشيء في الباندا شوجي، قال لك لا ما عجبنيش، قال لك ديروه قدامنا، يعني عملنا جميع المحاولات واخا من بعد واخا من بعد. قال لي انا غندوزكم، كان عنده برنامج كيدوز نهار الثلاث هو القضميري الله يرحمه، فعيط لنا هذاك نهار الثلاث وقال القضميري راه غندوز مع هاد الجوج، هذا راه مطي الله بدا غندوز معاه، تقلق قال لي تخليني انا، هو يقول لي دابا انا غندوز مع القضميري انت ومصطفى هذاك الواد هذا ديروا انتم هذا، كان انا كندير التلميذ مصطفى غادي يقريني الموسيقى الله يرحمه، وكان تميم معنا هو عمي زعما، وفعلا دينا دوريمي فاصولا سيدو اهيا سيدو، ولكن في هذا شناهي هذه جبانه ماشي جبانه دور شناهي هذه بحال كنقول له انا وقيده وعلى راه يعني كان شويه ديال الفكاهه، يعني دارت في التلفزيون داك يعني دارت بوم، كان هذاك هو السبب ديال انتشار فكره عبد الرؤوف، ومن ثم بداو العمالات كيعيطوا لنا بدات هذا بدات الحركه كدور مزيان فنيا. هذا يمكن يخلي المخرج يبغي يقارب واحد الموضوع مزيان ومهم في الساحه الفنيه. نعم. هو الغيره والحسد في الوسط الفني. واش ذاك الوقت ما كانش الحسد؟ لان لما كتقول لي فنان كوميدي كياخذ بيد فنان كوميدي. نعم. وهذا اللي المفروض يكون. نعم. ويوضعوا في بدايه المشوار باش يتشهر. يمكن اليوم في جهه او اخرى كنلقاو يمكن فنان يدير ما في جهده باش يهرس واحد اخر ولو بالاشاعه وبالكلام، واش ذاك الوقت ما كان حسد؟ اولدي هذا الحسد هذا كاين ديما، سواء في الفن، سواء في التجاره، سواء في التسمصاريه، يعني يعني مساله عاديه، راه كتعرف بلي هذا كيحسدك لان الحانوت ديالك كيتمشى هو ما كتباعش ليه السلعه، كيقول شنو السبب هذاك، يعني هذه مساله عاديه، داك الشيء كيتسمى الارزاق، كاين اللي ما كيكون عنده حتى درهم حتى كيصبح مليونير، داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، الحسد كاين ولكن الحسد ما كيربحش، واخا لان الا بغينا شي مشهد سيدي عبد الرؤوف اللي يصور فيه المخرج عبد الرحيم التونسي كيتعرض للمضايقه بحال كنقولوا شي واحد كيدير له العصا في الرويضه. نعم. في مسارك الفني. نعم. واش كتذكر شي حاجه بلا ما نذكروا الاسماء الا ما بغيتيش تحرش شي حد انت حر. وكنا واش كتذكر شي حاجه في هذا الباب؟ والحاجه هي كنت انا دابا ما كنقدرش نمشي ننظم. كنكلف شي واحد كنقول له سير نظم لي هذا العمل. انا كنتصل بالتليفون مثلا للقاعه وكنتفق مع مولاي على الثمن وهذا وهذا. وكنقول لشي واحد عافاك انت سير دير لي الدعايه وهذا وهذا وهذا، كنعطيه الفلوس ما كيقومش بالواجب، لما كنمشي ما كيجي حتى واحد، كندخل في حالات هذا العجز ماشي الحسد، وكنخلصهم كنخسر وكنخلصهم، ولكن داك الشيء بالنسبه لي انا داك الشيء عادي، لان كدوز هذه وكتجي سهره اخرى كتخلف لي كل شيء، داك الشيء اللي ضاع هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اليوم سيدي عبد الرحيم يمكن ما بقات الصحه ديال الجوالات بالنسبه لك. نعم. دابا غدا جيت عندك انا منتج لاباس عليا وعندي الفلوس وقلت لك غنعملوا جوله السي عبد الرحيم بعبد الرؤوف. واش تقبل؟ قابل. تقبل؟ قابل. وإلا قلت لك اودي غنعمل بك جوله ولكن هذا عبد الرؤوف راه ما بقاش واكل في هذا الوقت ما بقاش كيضحك. نعم. دير لي شي حاجه اخرى. تقبل تقتل عبد الرؤوف؟ لا نقول لك سير بحالك. في الاعمال السينمائيه اللي عملتي. نعم. واش ما حسيتيش انك خذلتي وخنتي عبد الرؤوف شويه؟ غفلتيه ومشيتي درتي شي حاجه اخرى؟ انا استاذ لما كيجيك واحد الانسان وكيبغي واحد الشخصيه كنشرط عليه، ما كنقولوش واخا انا موجود، كنشرط عليه كنقول له نديروا واحد ليسي في هذه الشخصيه اللي بغيتي، الا عجباتك نكملوا، ما عجباتكش كاين اللي يدير ذاك الدور، ما نفرضش الوجود ديالي، فلما كندير واحد تجربه وكتنجح وكتشوف الكاميرا مال كيضحكوا وكتشوف هذا ليكيب تكنيك كتضحك كتوكل على الله وكتمشي. هذا الشيء وقعت لي مع ليله تريكل الله يطول عمرها بالعربي مول بشكليط راه دار ضجه، وكاين عمي راه داز هذه الايام حتى هو راه خدمت فيه، وكاين شي عمل اخرين ان شاء الله غادي يكون. دابا الا جا عندك عبد الرؤوف دابا تصور معايا هذا المشهد. نعم. انت ناعس. وجا عندك عبد الرؤوف وفيقك من النعاس. درتي هكذا ولقيتيه.
وقال لك اش داك تلعب في ذاك الفيلم ديال عمي؟ شكون هذا اللي جا فيق لي الجن ولا شكون؟ عبد الرؤوف هذاك الجني ولا قلتي لنا قبيله راه مره مره كيخرج بوحدو. جري عليه ماشي شغله. ما شغلوش. مشي في حاله. عرفتي دابا ويسمعك عبد الرؤوف؟ ايوا هذا ايه. هذا ولي جن. في الحلقه اللي مضات هذه 11 عام. نعم. عشنا معك واحد اللحظه ديال التاثر كبيره بزاف. نعم. لانك انت كتكلم على واحد الحدث يمكن غير الشيء الكثير في حياتك. نعم. واحد الحدث اللي يمكن نقول لك انه الاول مره دخل الحزن الحقيقي لقلب عبد الرؤوف. نعم. هذا الحدث عنده علاقه بعز الدين، ونقول لك انه في مرحله الاعداد ورفقه المخرج السي محمد النجم بقينا كنتردوا كثير واش ناخذوا هذاك المشهد ولا ما ناخذوش. نعم. واتفقنا انه قبل ما نعرضوا المشهد حتى ناخذوا الاذن ديالك. نعم. باش ما نكونوا شيء بشكل او باخر كنغامروا بنجاح هذه الحلقه. نعم. وكنقلبوا وراك داك على التاثر والتاثير. فواش انت تبغي نعرضوا هذا المقطع اللي فيه نوع من تقليب المواجيع او ما تبغيش؟ لا عرضوا ماشي مشكل، لان المشكل ديال اللي وقع لي مع عز الدين الله يرحمه فعيط لي من لندن. جيد، خلينا نسمعوا. نعم. القصه بحال حكيتي هذه 11 عام. داك. ومن بعد نشوفوا ما فعل الزمن، واش نسى الجرح شويه وبرا او مازال. نشاهدوا جميعا. هنا سام وراء ردتني لواحد حاجه اللي غادي نقولها وهي صعيبه عليا نقولها، ولكن ما دنت امام الناس وامام الجمهور غادي نقولها. الحدث اللي هو تاثرت منه وبقيت موراه واحد السنين وانا ما كنفكر لا في مسرح ولا في عطاء ولا في هذا، وهو الموت ديال ولدي الله يرحمه عز الدين. كان هو كيعيش في لندن في انجلترا، ومسكين كان ديك الساعه يلاه كانت عندي بنتي يلاه مشات، وقال لها بغيت نمشي نشوف با توحشتو. قالت له خليتها الصيف ندخلوا كاملين. قال لها مالك انت مشيتي؟ وعيط ليا قال لي با توحشتك. ما كيقول لك الولد با توحشتك تقول له؟ تقول له بغيت نشوف. تقول له ما تشوفنيش. قلت له مرحبا ولدي اجي داركم هذه ماش جي وقت ما بغيتي. فعلا جا وكنشتو نهار الثلاث، وكان صيفط لي مع اختو واحد مونطو. ملي جا قال لي كي جاك هذاك المونطو؟ قلت له الله يكثر خيرك اولدي. قال لي ان شاء الله ملي غادي نرجع غنصيفط لك واحد ديال الكشمير احسن منه. قال لي هذا الشيء الله يكثر خيرك. قال لي لا با انا تعذبتي علينا ومحنتي علينا خصنا حتى حنا نردوا لك والو ولو القليل. فعلا شفتو نهار الثلاث، نهار الاربعاء ما شفتوش، شفتو نهار الخميس. كنت معاه شربنا قهوه كذا يا حبيبي لاباس امتى غتمشي؟ قال لي نهار الاحد. نهار شفتو نهار الخميس ونهار الجمعه كتعيط لي بنتي كتقول لي يا با عز الدين الله يرحمه. أنا قلت لك منذ البدء سيدي عبد الرحيم الهدف ماشي هو أننا نقلبوا عليك المواجيع، ولكن يمكن في بعض الأحيان كيكون نوع من العلاج قاسي باش نتجاوزوا مرحلة الحزن. لأن بزاف ديال النقاد كيقول لك أودي السي عبد الرحيم التونسي السي عبد الرؤوف وقع تغير في حياته حتى على مستوى الأداء ديالو وشخصيته من بعد الموت ديال ولدو عز الدين. يعني رجعتي بيا شويه اللور، انا بكيت، ولكن هذا قضاء الله ما عندنا ما نديرو. كنا غادي نمشيو لهذيك الدنيا هذيك الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. انا كعبد الرؤوف راه ما جا ان شاء الله، علاش قديت انا حتى نمشي تنخلط عليه؟ إلا
تعرض عليك دور بهذا الشكل تقدر تلعبه؟ يمكن نقولوا ان هذا الدور الوحيد اللي ما يقدرش يلعب عبد الرحيم. ماشي غير انا كاع الناس ما تبغيش لا عقل غادي يقول لواحد المراه دير لنا الدور ديال امك ويا امها يلاه فقداتها كتفكروا ولا كتقتلوا ماشي كتحي كتقتلوا. دابا انا تفكرت ورانا فكيت الله يرحمه مسكين الله يرحمه. انا سمعت داك الشيء جا مسكين الخميس قال لي توحشتك بغيت نشوفك. قلت له بلا ما تجي راه كاين التليفون. قال لي لا توحشتك بغيت نشوفك ونعنقك. وهذا قضاء الله مع الانسان. سيدي عبد الرحيم. نعم سيدي. إلا توقعنا شنو يمكن يوقع في المستقبل في مسار هذا الفيلم وصلنا حتى للقطة الأخيرة. نعم. شنو هي اللقطة اللي يمكن تقترع علينا؟ اعتبر أن هذه اللقطة غتجي من هنا لخمس سنين 10 سنين 20 عام ما عرفناش عمرنا شنو فيه. 300 عام. و 560 اللي بغيتي. شنو يمكن يكون؟ سيدي أنايا الصراحة أنا كنتظر الموت كأنني كنتظرها فراس الدرب ولا كنتظرها هذا ما كنعس حتى كنقرا آية الكرسي وكنشاهد وكنطلب الله سبحانه وتعالى يسمح لنا إلا خطأنا في حياتنا وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يفتح لنا مجال الجنة بإذن الله. ما كيقول أنا وصلت 80 ولا كذا ما كيبقاش عنده أمل في الدنيا ولا يقول غندير شركة ولا يقول مازال غادي الرباح ولا لا. وصل لواحد قريبا النهايه ما كيتسنى غير يوصل لعند الله وهو نقي مع الله سبحانه وتعالى ونقي مع الجمهور باذن الله ونقي مع الناس اللي بغى الله سبحانه وتعالى. الى التحليك وهذا سؤال صعب شويه انك تغير الاقدار انك تغير شي احداث في السيناريو ديال حياتك انك تحيد ناس تزيد ناس تبدل شي حاجه شنو تبغي تغير؟ ما عندي ما ندير. انا قلت لك كما قلت لك دابا انا بقيت كنتسنى الموت يعني والله اعلم يعلم بالغيب يا الله. انا كنحاول باش نكون مزيان مع وليداتي مع مراتي مع الجيران مع هذا مع هذا مع هذا. انا كنمشي نجلس في قهوه عادي كان الناس اللي عيط ليا كنجاوبو هذا وهذا. كانت شي خدمه غنمشي ليها ما كانش غير انا جالس مع وليداتي وكنفرح لما كنجمعو في العشيه وكنبداو نضحكو. الناس جات كتحكي ليا وانا كنحكي ليها ولادي اسامه بها ايهاب حتى هو ايهاب حتى هو كيدير هادشي ديال الراب كيبدا يغني بحال الهيدا هنا كنبدا نضحك كنقول له زيد كمل. الدنيا مسكينه حتى هي راه معانا جهه انت هي ميلوداك حتى هي بنتي من المراه الاولى كتصل بيا زينب رجاء لطيفه يعني الحمد لله الحمد لله رائع. وانت كتذكر الاسماء حسيت كانه عندك رغبه انك توجه حديث وتشكر بعض الناس. نعم. ولكن غادي ننتقل عليك ونطلب منك جزء اللي تبغي تشكرهم بعبد الرحيم. نعم. وجزء اللي تبغي تشكرهم بعبد الرؤوف ونبغيو نسمعوا الاصوات بجوج الا جات على خاطرك. أنا كنشكر كل المجتمع المغاربة كلهم سواء في المغرب أو خارج المغرب كلهم عزازين عليا وحق سيدنا عيسى كل شيء عزيز عليا كل شيء كنبغيه ما عنديش هذا أحسن من هذا ولا هذا أقل من هذا. كنخرج الزنقة كيقول لي نتصوروا معك كنقول له شحال ولكن تخلصني كيقول لي شحال كنقول له درهم للتصويرة وما تفوتش لي 100 تصويرة وحدة ما باغيهاش. كيبداو الناس كتضحك الحمد لله هذا في الله. الحمد لله سيدي عبد الرحيم التونسي. الله يطول عمرك. الحمد لله سيدي عبد الرؤوف كنت رائع كما هي العاده. شكرا جزيلا على تلبيه دعوه البرنامج مره اخرى. انا كنشكركم اكثر. شكرا للطواقم التقنيه والفنيه مشاهدي الكرام. تحيه للسي محمد النجم مخرج البرنامج. تحيه للاخوان على مستوى التصوير في الكاميرات. تحيه للاخوان على مستوى الاجهزه الفنيه والتقنيه اللي بلا بهم ما يوصلش الصوت ولا الصورة. لإخوان الإنارة لإخوان الصوت لإخوان الفنيين الإداريين في قناة المهرجان اللي طاقمها كيشتغل ليل ونهار باش يوصل لعقولكم ولقلوبكم. كل حب إلى اللقاء. شكرا.